الرحمن الرحيم. مساء الخير، تحية خاصة لجميع المواطنين المغاربة، الشعب المغربي كله، سيدنا الله ينصره. تحية لمنتخبنا الوطني الذي أبلى البلاء الحسن تحت قيادة الإطار الوطني وليد الركراكي. تحية للجميع من فاس حتى الدوحة حتى جميع أنحاء العالم أينما تواجدوا الأصدقاء المغاربة المسلمين المحبين. اليوم ليلة ولا كل ليلة، ليلة نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي، وما أدراك ما علاقتنا بالفرنسا. اليوم فريق مؤسسة لاسويت فاس تهيئ قلب من الحلوى للاحتفال مع زبنائها وأطورها بما حققه المنتخب الوطني من إنجاز تاريخي. أول بلد عربي وإسلامي وإفريقي يصل إلى نصف النهائي. اليوم أنتم مثلا تشوفوا الصورة ديال صاحب الجلالة نصره الله ولي العهد مولاي الحسن والأمير المحبوب مولاي رشيد، والصورة ديال الأسد مع وليد الركراكي. اليوم تحية للجميع ومرحبا بالجميع. لاسويت فاس تستعد كعادتها الاحتفال مع المشجعين المنتخب الوطني، لا اعتبرهم زبناء، الزبناء على طول السنه. اليوم نحن نحتفل وندعي منتخبنا الوطني من داخل الوطن، من كل مدن المملكه. واليوم فاس بصفه خاصه ومؤسسه لاسويت كذلك بصفه خاصه تحتفل وتشجع ولا تبخل بالتشجيع على منتخبها الوطني. اليوم ان شاء الله غتكون لينا سعيده، وغدا ان شاء الله اعدكم باحتفالات خاصه بعد تاهل ان شاء الله المقابله النهائيه، والاتي احلى واحسن ان شاء الله، القادم احلى واحسن ان شاء الله. تحيه للجميع، نتمنى تشوفوا هذه الصوره، واللي بغى يشاركنا غدا في الاهازيج والاحتفالات وحق الجميع مضمون بلاسويت فاس. تحية للجميع، ديما مغرب مغرب، سير سير سير، وليد مولنية سير سير، الشبكة سير إن شاء الله.